والرجل لم يكن يكتب ولا يكتم. كاف الذهب. هو لا يكتم العلم لكن لم يكن إيه؟ ليكتبه. إذن ينسى قطعا سينسى. الرسول نفسه كان ينسى. الرسول كان يصلي صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين. حديث الخرباقي بن عمرو لليدين. ثم قال بعد ذلك وهو كان متأكد أنه لم ينسى. لما أجمع الحضور فجأة أنه نسي قال إنما لي أنا بشر أنسى كما تنسخ فإذا نسيت فذكرني. لماذا يعمد أبو هريرة أيها الإخوة معصوما لا ينسى عنده ضمان مطلق مش صحيح ينسى ويخلط أيضا شأن شأن أي بشر واحد منا. فننتبه في هذه القضايا ونعتصم دائما بكتاب الله تبارك وتعالى وخاصة هذه قاعدة علمية منهجية إذا وافق ما ينقله أبو هريرة ما في الكتاب الأول ولم يوافق ما في الكتاب الآخر كتاب الله الغضب الطري الذي لم يشهد ولم يزد ولم ينقص فيه ولا منه شيء بحمد الله تبارك وتعالى وإنا له لحافظون. أيها الإخوة انتهى. الآن تصبح علامة الاستفهام كبيرة جدا جدا. طبعا لا يعنينا من أين جاء الانسراب من أين جاء الخطأ من أين جاء حتى الدس من أين جاء السهو من أبي هريرة ممن بعده من الذي سهى وأخطأ لا يعنينا. يعنينا أن هذا يخالف كتابنا أيها الإخوة يخالف المتواتر فضلا عن أن يخالف القوانين العلمية الضرورية والحقائق القطعية المقطوع بها لا يمكن أن نضحي بعقولنا وبالحقائق من أجل حديث آحاد وإن كان في الصحيح لا يمكن. هذا خطأ كبير سيحمل أحرار الفكر أيها الإخوة والمتنورين على التشكيك في نبوة محمد ينسب هذا رسول الله سيكون هذا إذا إيه كلام فارغ وهذا دين أسطوري مثله مثل إيه سائر الأديان كلام فارغ سنكفر الناس بهذه الطريقة لا يجوز. أما الكتاب المعصوم بفضل الله تبارك وتعالى ليس فيه من هذا شيء.